السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أنا دكتورة إيمان شعبان، مدرس هيستولوجي، والنهاردة إن شاء الله هشرح لكم البراكتيكال الرابع عندنا في الهيستولوجي، وهنتكلم فيه على Stratified Epithelium وعلى Connective Tissue. المرة اللي فاتت دكتورة أماني شرحت لكم براكتيكال اللي فات Simple Epithelium، المرة دي هنتكلم على Stratified وعلى Connective Tissue. انتوا ان شاء الله مفروض تذاكروا البراكتيكال ده بعد ما تسمعوا الليكتشرز بتاعه الكونكتيف تيشو كلها. الدكتور اماني رفعت لكم ليكتشر لكونكت التو ليكتشرز للكونكتيف تيشو، هنسمع التو ليكتشرز الاول وبعدها نسمع البراكتيكال بتاع الكونكتيف تيشو، لان الحاجات الموجوده فيه لازم تعرفها بعد ما تعرف الجزء النظري بتاع الكونكتيف تيشو. دكتورة أمانية اللي حضرت لكم الباوربوينت ده، وأنا إن شاء الله اللي هشرحه لكم. إن شاء الله النهاردة هنعرف نفرق بين أنواع الستراتيفايد إبيثيليوم باللايت مايكروسكوب، ونعرف الكاركترز بتاعة كل نوع. كمان هنعرف نفرق بين أنواع الكونكتيف تيشو بروبر ونوصفها تحت الميكروسكوب. قبل ما نبدأ تعالوا نشوف مع بعض كده سؤال brainstorming question، ازاي او مين يقدر ان هو يعرف النوع ده من الابيثيليوم هو ايه؟ النوع ده كان موجود براكتيكال اللي فات. ازاي بقدر اتعرف على اي نوع من انواع الابيثيليوم؟ بمشي في 3 خطوات. اول خطوة هشوف هل صف الخلايا اللي موجود ده صف واحد ولا اكتر من صف. انا دلوقتي عندي طبقة واحدة اهي من الابيثيليال سيلز، صف واحد وده صف واحد وده صف واحد، امال ايه اللي مخليهم اخدين شكل طالع نازل كده؟ عشان المكان اللي موجود فيه النوع ده من الابيثيليوم كان بيبقى على شكل صوابع بالشكل ده. طب الخلايا دي شكلها ايه؟ يبقى اول خطوة عرفنا ان هو طبقة واحدة. تاني خطوة هنقدر نبص على الخلايا دي شكلها ايه؟ هل هي flat cells ولا هل هي مربعة cubical cells ولا هل هي columnar cells طويلة؟ لا، هنا انا شايفاها طويلة columnar cells with basal oval nuclei، يبقى ده simple columnar epithelium. طب simple columnar epithelium ده كان في منه كذا نوع، يا ترى ده انهي نوع فيهم؟ لو جيت ابص على طرف الخلايا من فوق هلاقي البراش بوردر اللي اتكلمنا عنه او المايكروفيلاي. كمان بين الخلايا وبعضها في النوع ده من الابيثيليوم بيكون في خلايا بيضة بالشكل ده اسمها goblet cells. كل اللي انا شايفاه ده مكانه فين؟ ده عبارة عن simple columnar absorptive epithelium. absorptive اللي مسؤول عن الامتصاص، وده كان موجود فين؟ كان موجود في small intestine. small intestine بيبقى الابيثيليوم بتاعها واخد شكل صوابع بالشكل ده، وعليه طبقة واحدة من الخلايا اللي شكلها columnar with basal oval nuclei، وكمان كان بيبقى بينها وبين بعضها في goblet cells. يبقى ده simple columnar absorptive epithelium. تعالوا نشوف أول نوع من أنواع الـ stratified epithelium هو stratified squamous keratinized epithelium. كان في 3 أنواع من الـ stratified epithelium، كنا بنقسمه على حسب إيه؟ على حسب التوب layer. لو كانت squamous كنت بسميه stratified squamous epithelium، وده كان منه نوعين keratinized و non-keratinized. لو كانت الطبقة اللي فوق مكعبات cubical cells كنت بسميه transitional epithelium. لو كانت الطبقة اللي فوق columnar cells كنت بسميه stratified columnar epithelium. واتفقنا النوع الأخير ده نادر شوية، فأنا مش هتكلم عنه، أنا هتكلم عن النوعين الأولانيين بس. يبقى أول حاجة هنتكلم عنها هو stratified squamous epithelium، وده كان منه نوع keratinized ونوع non-keratinized. تعالوا نشوف stratified squamous keratinized epithelium بيكون من إيه. أول حاجة بيكون فيه basement membrane واقف عليه الخلايا، وفي الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم البيزمنت ميمبرين ده له سمة مميزة جدا ليه، ان هو بيكون ويفي، مش بيبقى خط كده مستقيم، لا بيكون ويفي. يبقى البيزمنت ميمبرين ويفي. فين الابيثيليوم؟ بادئ من اول البيزمنت ميمبرين ده لحد ما نطلع فوق خالص، كل ده هو الابيثيليوم. الابيثيليوم ده واقف على ايه؟ واقف على الارض اللي هي البيزمنت ميمبرين. تحت البيزمنت ميمبرين في طبقة من الكونكتيف تيشو، واتفقنا ان دي زي ما تكون بالظبط في اشخاص او ناس واقفين على ارض، والارض دي تحتيها اسمنت، تمام؟ فعندي البيزمنت ميمبرين ودي الخلايا وده الكونكتيف تيشو اللي تحتيهم. الخلايا دي كانت تبقى مرصوصة في كذا لير،
يبقى الويفي بيزنت ميمبرين اللي هو ده، وكل ده ابيثيليوم، وكل ده كونكتيف تيشو. الثلاث طبقات كانوا ايه؟ كانت بيزال لاير، الطبقه الاولانيه خالص اسمها بيزال لاير، ودي كانت عباره عن كولامنر سيلز، والكولامنر سيلز بيبقى ليها بيزال اوفال نيوكلياي. الطبقات المتوسطه دي كلها لو شايفين فيها نيوكلياي مدوره، هي بولي هيدرال سيلز، يعني خلايا مكوره شويه متعدده الاضلاع بس مدوره شويه، وليها راوندد نيوكلياي. الطبقه الاخيره اللي هي فين، اللي هي دي، لو ركزت فيها هلاقي ان هي عباره عن فلات سيلز، خلايا مبططه، فلات سيلز او سكويمس سيلز، والسكويمس سيلز دي بيكون ليها فلاتند نيوكلياي. لو انا لقيت فوق الثلاث طبقات دول الطبقه الحمراء اللي فوق دي اسيدوفيليك كيراتين، يبقى ده اسمه ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد ابيثيليوم. لو ما لقيتش الطبقه دي هيبقى اسمه ستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد ابيثيليوم. طب انا هنا شايفاها تبقى دي كده ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد ابيثيليوم. يا ترى دي طبقه واحده من الخلايا ولا اكتر من طبقه؟ واضح جدا ان هي اكتر من طبقه، فده مش سيمبل، ده ستراتيفايد ابيثيليوم. تعالوا نبص على الصورة دي، هي هياها نفس الصورة اللي قبل كده بس بتكبير أقل شوية، يبقى ده برضو stratified squamous keratinized epithelium، بس الخلايا هنا ما كانتش واضحة، عشان كده احنا كبرنا شوية عشان نوريكم شكل الخلايا اللي قبل كده. يبقى سواء عندنا الصورة بالتكبير ده أو بالتكبير الأعلى، فهي فيها نفس الكلام، إن هو ده الإبيثيليوم، وده connective tissue، وده الويفي basement membrane، ودي طبقات كتير من الخلايا التوب لاير بتاعتها فلات سيلز، وفي عندي طبقه من الكيراتين فوق، يبقى ده ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد ابيثيليوم. موجود فين النوع ده من الابيثيليوم؟ النوع ده من الابيثيليوم بيبقى مغطي كل جسمنا من بره، السكين بتاعنا كله، يبقى كل جسمك من بره عليه ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد ابيثيليوم. تاني نوع هو الـ Stratified Squamous Non-Keratinized Epithelium، وده هيبقى Copy وPaste من النوع اللي قبله، بس ما عدا هعمل هشيل الجزء بتاع الكيراتين اللي فوق. تعالوا نبص كده على الصورة، طبعا دي متكبرة أكبر شوية من المنظرين اللي شفناهم قبل كده. ده الـ Basement Membrane، Straight ولا Wavy؟ لأ، هو Wavy Basement Membrane. هنا الخلايا أوضح عشان أنا كبرت أكتر، بس انا كبرت اكتر عشان ما فيش كيراتين هنا عايزه اوريه لك، انما الصورتين اللي فاتوا احنا صغرنا شويه عشان نجيب الفيو كامل في الكيراتين، تقدر انت تميز اذا كان ده كيراتينايزد او لا. هنا تلات انواع من الخلايا باينين جدا، كولامنر سيلز، بولي هيدرال سيلز، وفلات سكويمس سيلز. النوع ده من الابيثيليوم في طبقه واحده ولا اكتر من طبقه؟ لا، اكتر من طبقه، عشان كده سميته ستراتيفايد، متعدد الطبقات. انما الطبقه اللي فوق فلات سيلز، يبقى ده stratified squamous epithelium. هل في فوق هنا كيراتين ولا مفيش؟ مفيش، يبقى ده non keratinized. يبقى مهم جدا ان انا اقول الاسم الرباعي للإبيثيليوم في النوع ده، stratified يعني متعدد الطبقات، squamous يعني top layer flat، non keratinized يعني مفيش كيراتين فوق epithelium. يبقى ده الإبيثيليوم وتحته الconnective tissue، والإبيثيليوم واقف على wavy basement membrane، والثلاث طبقات من الخلايا اللي اتكلمنا عنهم، البيزال لاير كولامنر سيلز، الميدل لايرز بتبقى بولي هيدرال سيلز وذ راوندد نيوكلياي، والتوب لاير بتبقى سكويمس سيلز وذ فلاتند نيوكلياي. المره اللي فاتت كان في جزء هنا زياده، ان كان في فوق اسيدوفيليك كيراتين، انما هنا مفيش. يبقى خلصنا أول نوع اللي هو stratified squamous epithelium، كان منه نوعين، keratinized و non-keratinized. موجود فين النوع ده من الإبيثيليوم؟ موجود في الـ wet surfaces زي الأسوفيجس. إحنا اتفقنا جسمنا من بره كله، السكين بتاع جسمنا من بره كله stratified squamous keratinized epithelium. أي فتحة داخل السكين مش هبقى محتاجة الطبقات دي كلها، عشان الحماية بتقل، يعني جوه بقنا مش هنحتاج نفس الحماية زي جسمنا اللي متعرض للشارع، فكل جسمنا من بره stratified squamous keratinized، إنما أي فتحة
جوه بنلاقيها طبقة الكيراتين مش موجودة ويبقى stratified squamous non-keratinized زي الأسافيجس. النوع الثاني من stratified epithelium كان اسمه transitional epithelium اللي هو انتقالي، وكنا عرفنا كان اسمه انتقالي ليه. تعالوا نبص على الرسمة دي. الرسمة دي فيها مجموعة من الخلايا فوق بعض، طبقة واحدة ولا أكتر من طبقة؟ أكتر من طبقة. هيبقى sample ولا stratified؟ هيبقى stratified. لما بص على الطبقة اللي فوق خالص هلاقي الخلايا مش flat، هلاقيها cubical مربعة شوية. يبقى النوع ده من الإبيثيليوم هو transitional epithelium. ولو نفتكر في الليكتشر كنا قلنا الكيوبيكال سيلز دي بيكون تحتيها فلاسك شيبد سيلز. البيزمنت ميمبرين اللي هنا مش هيبقى ويفي زي المرة اللي فاتت، ده يبقى ستريت بيزمنت ميمبرين. مش معنى ان الأورجان ده فولدد ان كده البيزمنت ميمبرين ويفي، لا، لو ويفي كان هيبقى طالع ونازل بالشكل ده، انما هو ستريت بيزمنت ميمبرين. موجود فين النوع ده من الإبيثيليوم؟ موجود في اليورينري بلادر اللي هي في المثانة. يبقى بيتكون برضو من إبيثيليوم، البيزمنت ميمبرين بتاعه بيكون ستريت، وبرضو في الثلاث طبقات اللي احنا متعودين عليهم، البيزل لاير بتبقى كولامنر سيلز، والميدل لايرز بتبقى بوليهيدرال سيلز، التوب لاير كانت بتبقى لارج كيوبويدال سيلز، وكمان عرفنا ان اللي تحتها على طول بتبقى flask shaped cells. والنوع ده موجود في اليورينري بلادر، وكان اسمه transitional epithelium ليه؟ عشان كان اسمه الابيثيليوم الانتقالي اللي كان عنده القدرة لما البلادر دي تتملى ان هو يتزحلق الطبقات دي فوق بعضها وتتحول لطبقات اقل عشان تقدر تكفي اليورين اللي هيكون موجود جوه البلادر. في حاجة مهمة في النوع ده برضو من الإبيثيليوم، إن إحنا نقدر نلاقي الخلايا الحدود بتاعتها باينة كويس بالشكل ده، على عكس الأنواع اللي فاتت اللي ما كنتش أقدر أميز بين الخلايا وبعضها. الحركة دي موجودة ليه؟ عشان الخلايا دي بيكون حواليها طبقة من الميوكس بتتلون باللون الأحمر ده، وتبقى محددة الخلايا بالشكل ده وأقدر أشوفها واضحة. إنما الطبقة دي ما كانتش موجودة في الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، فما كنتش قادرة ان انا اشوف شكل الخلايا بالوضوح اللي انا شايفاه هنا دلوقتي. في حاجة كمان مهمة بخصوص الترانزيشنال ابيثيليوم، انا ليه شايفاه معوج بالشكل ده؟ علشان اليورينري بلادر دي بتبقى فولدد معرجة من جوه، فطبيعي ان الابيثيليوم هيمشي مع الفولدز دي. انا ممكن اتفرج عليها تحت الميكروسكوب ان انا ابص على جزء مفرود بس كده، وممكن الفيو اللي انا بتفرج عليه تحت الميكروسكوب يطلع لي فولد من الفولدز دي، يبقى سواء هي فولدد او سواء هي ستريت انا بركز مع الخلايا وشكلها عامل ازاي. فاكرين كنا قسمنا الابيثيليوم لكام نوع؟ كنا قسمنا الابيثيليوم لكفرنج ابيثيليوم وجلاندولار ابيثيليوم ونيورو ابيثيليوم. عندنا سلايد جميله جدا مبينه شكل النيورو ابيثيليوم. تعالوا نبص على الرسمة الجميلة دي، صورة تحت الميكروسكوب للنيورو إبيثيليوم. المكان ده موجود فين؟ لو طلعت لسانك لبرة هتحس إن لسانك عليه بروزات كتير. البروزات دي هي الصوابع اللي أنا شايفاها دلوقتي دي. يا ترى بقنا من جوه الإبيثيليوم بتاعه إيه؟ إحنا اتفقنا إن بره كله stratified squamous keratinized، وأي فتحة لجوه هتبقى stratified squamous non-keratinized. هو فين ال stratified squamous non-keratinized في الرسمة دي؟ لو بصيت هنا هلاقي ده الويفي basement membrane أهو، وموجود عليه طبقات كتير من الخلايا واللي فوق flat. يبقى كل اللي أنا شايفاه ده stratified squamous non-keratinized epithelium. بس أنا فجأة لقيت وسط الإبيثيليوم ده في كور مختلفة بالشكل ده. الكور دي هي النيورو إبيثيليوم، هي خلايا الإبيثيليوم اللي اتغيرت وتحولت لخلايا حسية أقدر من خلالها أن أنا أحس طعم الحاجات اللي أنا باكلها. ده الإبيثيليوم، واللي تحت ده الكونكتيف تيشو، والإبيثيليوم ده هلاقي ظهر فيه
onion shaped structures. لو بصيتلها كده من الجنب تحس اكنك انت قطعت بصلة كده بالطول بشكل البصلات كده بالظبط. onion shaped structures paler than the surrounding cells. هي مختلفة في الشكل عن اللي حواليها، هي لونها افتح من الخلايا اللي حواليها. هي الخلايا اللي حواليها دي ايه؟ دي stratified squamous epithelia. بسمي الستركشرز دي تيست بادز، يبقى التيست بادز هي النيورو ايبيثيليوم اللي موجود عندي في التونج. بيتكون من ايه التيست باد او النيورو ايبيثيليوم ده؟ كان بيتكون من ثلاث خلايا، سنسوري سيلز دي اللي كانت بتحس الحاجات اللي انا باكلها، والسبورتنج سيلز دي الخلايا اللي كانت بتعمل سبورت للسنسوري سيلز، والبيزل سيلز دي كانت الخلايا المسؤوله عن ان هي تطلع النوعين دول. هل انا بالمنظر ده اقدر اقول اه السنسوري سيل اهي والسبورتنج سيل اهي؟ لا طبعا، هي هنا مش واضحه الخلايا بالشكل الدياجراماتيك اللي احنا بنيجي نذاكره مثلا في الليكتشر، لازم اكبرها تكبير كبير عشان اقدر اميز الخلايا عن بعضها. يبقى مكانها فين؟ مكانها في التونج. فين في التونج؟ ما هو كل ده تونج. التيست بادز اللي هي الكور دي، الكور دي اسمها تيست بادز، وهي بتتكون من نيورو ايبيثيلي. احنا كده عرفنا الاربع سلايدز اللي عندنا في الستراتيفايد ايبيثيليوم، اللي هي ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد وستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد وترانزيشنال ايبيثيليوم والنيورو ايبيثيلي. تاني حاجة هنعرفها النهاردة to differentiate between types of connective tissue، هنشوف أنواع ال connective tissue proper هي إيه ونوصف كل نوع منها. أول نوع هنتفرج عليه تحت الميكروسكوب هو irregular white fibrous connective tissue. ده شكله تحت الميكروسكوب، إزاي هتعرف عليه وإيه المميز فيه؟ النوع ده من ال connective tissue بيتكون من wavy collagenous bundles لونها أحمر acerophilic. يبقى أنا شايفة كده زي بالظبط الأمواج اللي لونها أحمر wavy collagenous bundles. الcollagenous bundles دي بينها وبين بعضها في nuclei flat ولونها أزرق. النيوكليي دي بتاعة الفايبروبلاستس. يبقى إزاي أقدر أتعرف على الwhite fibrous connective tissue تحت الميكروسكوب؟ هو عبارة عن parallel acerophilic wavy collagenous bundles. طبعا النوع ده هو النوع الريجولر، لان في نوع تاني من نفس الستراكشر بس ما بيكونش ماشي بارلل لبعضه بالشكل ده، انما النوع البارلل ده اسمه regular white fibrous connective tissue. يبقى عبارة عن parallel acidophilic يعني لونها احمر wavy collagen bundles مموجة بالشكل ده، بينها وبين بعضها في ايه؟ في الفايبروبلاستس موجودة بين الكولاجينوس فايبر باندلز وبعضها اللي هي لونها أزرق بالشكل ده. موجود فين الوايت فايبرس كونكتيف تيشو الريجولار تايب؟ موجود في التندون. عارفين الماسلز العضلات بتكون متوصلة مع البون بتندون اللي هو الوتر بتاع العضلة. لو أنا خدت قطاع في الوتر ده عملت بلوك منه واتفرجت عليه تحت الميكروسكوب هلاقيه هو بيتكون من وايت فايبرس كونكتيف تيشو. تاني نوع هتكلم عنه هو اليلو إلاستيك كونكتيف تيشو. كل الحاجات اللي قبل كده اتفرجنا عليها لحد دلوقتي بالروتين روتين ستين بتاعتنا اللي بنستخدمها اللي اسمها ايه؟ هيماتوكسلين اند هيوسين، اللي كانت بتطلع شكل التيشو لونه حاجات احمر وحاجات بالازرق. دلوقتي اول مره هنتعرض ان احنا نتفرج على نسيج تحت الميكروسكوب بسبيشال ستين. تعالوا نبص على النوع ده من الكونكتيف تيشو بالسبيشال ستين دي ادى لون ايه. النوع ده اسمه يلو إلاستيك كونكتيف تيشو، لما صبغته بسبيشال ستين اسمها فان جيسن ستين اتلون باللون الاصفر. هل هو عشان كده سميناه يلو؟ لا، احنا سميناه يلو علشان هو في الحقيقه لما انا باجي اخد العينه دي بلاقي لونه في الحقيقه لونه اصفر، انما لو انا صبغته عادي بالهيماتوكسين اند ايوسين بيطلع لونه احمر. يبقى عشان يطلع لون مختلف معنى كده ان انا عملت سبيشال ستين. سبيشال ستين دي اسمها فان جيسنز ستين. فين الكونكتيف تيشو ده؟ بيبقى عباره عن يلو برانشينج الاستيك فايبرز. طبعا يلو هنا ليه؟ عشان انا صبغته بالصبغه اللي لونها اصفر.
الفايبرز اللي احنا شايفينها دي متداخلة مع بعضها بالشكل ده branching elastic fibers، إنما النوع اللي قبل كده كان collagenous fibers. شايفين بين الإلاستيك فايبرز وبعضها في شرط كده صغيرة سودة، هي دي الفايبروبلاستس اللي النيوكلياي بتاعتها بتبان باللون الأسود بين الفايبرز الصفرة، وده عكس اللي حصل قبل كده إن الكولاجينوس باندلز كانت لونها أحمر بينها وبين بعضها النيوكلياي بتاعت الفايبروبلاست لونها أزرق. المرة دي هشوف الإلاستيك فايبرز لونها أصفر بينها وبين بعضها نيوكلياي لونها أسود بتاعت الفايبروبلاستس. موجود فين النوع ده من الكونكتيف تيشو؟ موجود في الليجامنتم فليفم اوف فيرتبري، الفقرات بتاعت ظهرنا اللي ماسكهم مع بعض ومثبتهم ليجامنت اسمها ليجامنتم فليفم. لو انا جبت اي انيمال خدت منه عينه من المكان ده هبص الاقي ان الليجامنتم فليفم دي في الحقيقه لونها اصفر، لو جيت اصبغها بالسبيشال ستين دي هتطلع تحت الميكروسكوب لونها اصفر، انما لو صبغتها بهيماتوكسين اند ايوسين هيطلع لونها عادي احمر. دي صورة تانية برضو مبينة الـ elastic fibers إنها branching yellow elastic fibers بينها وبين بعضها النقط السوداء دي اللي هي الـ fibroblasts. يبقى أنا كده من الآخر لو بصيت تحت الميكروسكوب ولقيت الصورة دي لونها أصفر، أنا لحد دلوقتي في المنهج ما عنديش حاجة متلونة باللون الأصفر غير هو الـ yellow elastic connective tissue، ولازم ابقى حافظه كويس جدا اسم الستين فان جيسنز ستين. تالت نوع هناخده من الكونكتيف تيشو هو الوايت اديبوس كونكتيف تيشو. الاديبوس كونكتيف تيشو ده اللي هو الفاتي كونكتيف تيشو اللي بيتكون من فات سيلز، والفات سيلز دي عدت علينا اكتر من مره، عدت علينا في البراكتيكال الاولاني خالص لما كنا بنتكلم ان الفات ده بيدوب ويقع ويسيب مكانه فراغات، وعدت علينا مرة تانية في السيل انكلوجنز لما اتكلمنا ان الخلايا بيكون جواها ليبيد كنوع من انواع السيل انكلوجنز، وعدت علينا مرة تالتة دلوقتي واحنا بنتكلم عنها في الكونكتيف تيشو. ده شكل الخلايا بتاعت الاديبوس كونكتيف تيشو. لو كبرتها هبص الاقي انها بتتكون من خلايا دائرية بالشكل ده ومليانة بالفات، طبعا هو داب ووقع أنا مش شايفاه، لو عايزة أشوفه هعمل سبيشال ستين، إنما هو حاليا باين مكانه أماكن فاضية. في قصة لطيفة جدا في الموضوع ده، النيوكليوس بتاعة الفات سيلز دي بتبقى مضغوطة على جنب عشان الخلية بتكون مليانة بالفات دروبلت الكبيرة دي، فزقت الخلية النيوكليوس على جنب واحد، فلو بصينا كده للمنظر ده هنلاقيه شبه الخاتم اللي ليه فص، فسموها signet ring appearance. دي خلية تانية هي برضو النيوكليس بتاعتها مزقوقة على جنب وبرضو شبه الخاتم، فخلايا الأديبوس connective tissue بتبقى مدية signet ring appearance عشان الفات ده بيبقى كبير وضغط على النيوكليس مخليها peripheral بالشكل ده وصغير. يبقى خلايا الفات cells بتبقى oval cells having signet ring appearance، وعرفنا يعني ايه signet ring appearance، يعني الخاتم اللي ليه فص زي ما احنا شايفين هنا كده. يبقى ده شكلها بتكبير صغير انها بتتكون من فصوص كتير من الفات سيلز دي، ودي شكل الخلايا لما كبرناها وشفناه. موجود فين النوع ده من الكونكتيف تيشو؟ موجود في السبكوتينيوس فات. يعني ايه سب؟ يعني تحت، كوتينيوس يعني الجلد، يعني الدهون اللي تحت الجلد. لو انت شفت حد تعور تعويره جامده شويه قطعت طبقات الجلد كلها، هتلاقي ان تحت فيه حاجات كده زي الرغاوي شويه، تشو لونه ابيض، هو ده الفات، دهون اللي تحت الجلد. فالدهون اللي تحت الجلد دي كلها بتتكون من اديبوس كونكتيف تشو. رابع نوع الميوكويد كونكتيف تشو، والنوع ده مميز جدا جدا. لو جيت ابص عليه هلاقيه شبه ايه السمايلينج او البيبي فيس بالشكل ده، زي ليه كده عينتين وبق. ازاي المنظر ده جه؟ الميكويد كونكتيف تيشو ده لقوه موجود في الامبليكال كورد، الحبل اللي هو موصل الطفل بالام. لما اخد قطاع في الحبل ده بيطلع لي دايره،
طبعا في blood vessels معدية من الأم عشان تغذي الطفل. ال blood vessels دي في منها arteries وفي منها veins. ال arteries اللي هي اللي شايلة الدم ال oxygenated للطفل، وال veins اللي بتاخد منه الدم ال non oxygenated. طب ايه علاقة الميوكويد كونكتيف تيشو بالموضوع؟ لقوا ان الميوكويد كونكتيف تيشو هو الموجود في المكان ده كله بين ال arteries وال veins بتاعة ال umbilical cord. طب انا مش شايفة اي تفاصيل فيه، يبقى انا عندي ال umbilical cord ده فيه 2 umbilical arteries وواحد umbilical vein، بينهم بين بعضهم فيه ميوكويد كونكتيف تيشو. لو انا كبرت الميوكويد كونكتيف تيشو ده هبص على ايه بيتكون من ايه. اول حاجة بيكون فيه young fibroblasts. fibroblasts اللي هي موجودة باللون الغامق دي، بينها وبين بعضها الخلفية بتاعتها بتتكون من مادة جيلاتينية gelatinous substance between the cells. المادة الجيلاتينية اللي موجودة في الخلفية ومالية الأمبليكال كورد دي اسمها Wharton's jelly. لو حد فيكم صادف ان هو حضر ولادة او بعد كده ان شاء الله ما تدخلوا المستشفى وتشوفوا ولادات، هتلاقوا ان الأمبليكال كورد ده حاجة جيلاتينس جدا، مزفلطة جدا، فهي مليانة بالوارتنز جيلي ده. الوارتنز جيلي بتاع الأمبليكال كورد ده هو كله بيتكون من ميوكويد كونكتيف تيشو. ميوكويد كونكتيف تيشو بيتكون من ايه؟ بيتكون من يونج فايبروبلاست، بينها وبين بعضها في الجراوند سبستانس اللي هي المادة الخام اللي موجودة في الخلفية دي بينهم بين بعضهم بنسميها وارتنز جيلي. السايد بتاعه فين؟ موجود زي ما قلنا في الأمبليكال كورد. آخر نوع هو ريتيكولار كونكتيف تيشو، ومن اسمه ريتيكولم يعني شبكة. فالنوع ده بيبقى الفايبرز عاملة مع بعضها شبكة. لو فاكرين الوايت فايبرز كونكتيف تيشو كان عامل بارارل باندلز، اليلو إلاستيك كونكتيف تيشو كان عامل برانشينج إلاستيك فايبرز، الأديبوس كونكتيف تيشو كان له ترتيبة مميزة من الفات سيلز جنب بعضها. الريتيكولار كونكتيف تيشو هيبقى في شكل شبكة. بس في مشكلة كبيرة في الريتيكولار كونكتيف تيشو ده، إن أنا لما بعمل ستيننج عادي بالهيماتوكسين أند إيوسين مش بيبان، محتاج سبيشال ستين عشان أقدر أشوف. إيه السبيشال ستين اللي بتصبغ الريتيكولار كونكتيف تيشو؟ اسمها سيلفر ستين. السيلفر ستين دي لو أنا صبغت بيها التيشو هلاقي الريتيكولار كونكتيف تيشو والريتيكولار فايبرز بتاعته أخدة لون أسود وعاملة شبكة بالشكل ده، ما تبانش خالص معايا لو انا خدت نفس القطاع ده وصبغته بالهيماتوكسيلين اند ايوسين، انما تبان بس لو انا صبغتها بالسيلفر ستين. يبقى هي برانشينج اند انستوموزينج. انستوموزينج يعني متداخله مع بعضها، وبرانشينج يعني متفرعه. ريتيكولار فايبرز فورمينج نتورك، عامله شبكه. يبقى كل الشرط السوداء اللي عندي دي هي البرانشينج ريتيكولار فايبرز. They are stained black with silver stain. السيلفر ستين دي هتخلي الريتيكولار فايبرز تتصبغ باللون الأسود. ومهم جدا طبعا ان احنا نعرف كل حاجة عدت علينا لحد دلوقتي بكل الصبغات بتدي لون ايه، وده بيبقى مجال كبير للأسئلة. موجود فين النوع ده من الفايبرز؟ موجود في السبلين اللي هو الطحال. لو انا خدت منه قطاع وصبغته بالسيلفر ستين هلاقي ان في شبكة من الريتيكولار نتورك هي مثبتة كل الخلايا بتاعت السبلين في مكانها. احنا كده خلصنا البراكتيكال ده. عرفنا ايه في البراكتيكال ده؟ عرفنا اول حاجة انواع الستراتيفايد ابيثيليوم، ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد ونون كيراتينايزد، وكمان شفنا شكل ترانزيشنال ابيثيليوم والفرق بينه وبين النوعين اللي قبله. تاني حاجة عرفنا انواع الكونكتيف تيشو المختلفة وازاي نتعرف على كل واحد منهم تحت الميكروسكوب، وزي ما شفنا كل واحد منهم مميز جدا ومختلف تماما عن الباقي. طبعا دي اول مره لينا ان احنا نتعرف على تيشوز تحت الميكروسكوب، فللمره الاولى كده بساعات بنحس بلخبطه او ان هم كلهم شبه بعض، انما لما نذاكر واحد واحد هنلاقي فعلا ان كل واحد له خصائص مختلفه تماما عن التاني، وده هيسهل علينا ان احنا نقدر نفرق بينهم تحت الميكروسكوب ونقدر ان احنا نعرف هم ايه. دي ريفرنسز بالمعلومات اللي استخدمناها في البراكتيكال ده، والليرنينج ريسورسز دي مرفوعة عندكم على الموديل عشان تقدروا تخشوا تشوفوهم. الويب سايت ده حلو جدا، فيه سلايدز عن الإبيثيليا.
كمان الويب سايت ده عليه صور مختلفة لأنواع الكونكتيف تيشو. شكرا ليكو، ولو في أي حد فيكو عنده أي سؤال عايز يسأله طبعا يقدر يبعت لنا أي وقت. سلام عليكم.